بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أهلا بكم طالبات الصف السادس الابتدائي. اليوم بإذن الله نبدأ بشرح الدرس الرابع من مادة الفقه بعنوان زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة. يملك محمد محلا لبيع الذهب والفضة، ويملك خالد محلا لبيع الملابس، ويملك عبد الله معرضا لبيع السيارات، وهناك كثير من الناس يمتلكون أموالا كهذه لاستعمالاتهم الشخصية، فهل تجب عليهم جميعا الزكاة أو أن هناك شروط لا بد من توفرها؟ هناك شروط لا بد من توفرها لوجوب الزكاة. ما المقدار الذي إذا ملكه المسلم من هذه الأموال وجبت فيه الزكاة؟ لكل صنف من هذه الأصناف له نصاب. متى تجب الزكاة على أصحاب المحلات التجارية؟ نتذكر شروط وجوب الزكاة، وهو عند مرور حول أي سنة على امتلاكها. أولاً، زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية. يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة ما سبق ذكره في شروط وجوب الزكاة، وهي الإسلام، ملك النصاب، ومرور سنة كاملة على امتلاكها. نتعرف الآن على نصاب الذهب والفضة ونصاب الأوراق النقدية. نصاب الذهب هو 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما. نصاب الأوراق النقدية إذا بلغت قيمة أقل النصابين من الذهب والفضة. ما هو المقدار الواجب فيها في الأوراق النقدية؟ مقدار ما يجب إخراجه ربع العشر. أوضح لكم بطريقة أسهل يمكن التوصل إليه بتقسيم المبلغ على 40، والناتج هو الزكاة. إذا كان المسلم يمتلك 40,000، فالواجب عليه من إخراج الزكاة 1,000 ريال. الطريقة 40,000 تقسيم 40. 40 هذا هو نقسمه على أي مبلغ موجود لدينا. 40,000 تقسيم 40 يساوي 1,000 ريال. الزكاة إذن هي 1,000 ريال. اتضح لنا بطريقة مبسطة إذا كان نقسم أي عدد على 40 والناتج هو الزكاة. ثانيا، عروض التجارة. عروض التجارة تعريفها هي الأموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح، مثل السيارات، الملابس، الأدوات الكهربائية المعدة للبيع. ما هي شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة ما سبق ذكره في شروط وجوب الزكاة، وهي الإسلام، ملك النصاب، ومرور الحول عليها. ويضاف عليها أيضا أن يقصد بالبيع والشراء التجارة وحصول الربح. هذه شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة. نذكر الشروط السابقة الثلاثة ونضيف عليها شرط رابع، هو أن يقصد بهذه العروض البيع والشراء وحصول الربح. تمرين: استغنى والدك عن سيارته وأراد بيعها، فمكثت في المعرض أكثر من سنة، فهل تجب فيها الزكاة ولماذا؟ نعم، تجب عليها الزكاة. لماذا؟ لأنها مر عليها سنة كاملة على وجودها في المعرض. انتهينا الآن من شرح درس زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة. نلتقي بإذن الله في الدرس التالي. في أمان الله.